خلينا نوضح للسادة المشاهدين، بما ان حضرتك بتقول ان المبادرة مفتوحة لجميع المصريين، فخلينا نوضح للسادة المشاهدين يعني ايه مشروع بيئي في البداية. تمام. يعني لما نقول مشروع اخضر يعني ايه؟ يعني المشروع ده بيستخدم طاقة متجددة، طاقة شمس، طاقة رياح، طاقة اقل، بيقلل الانبعاثات. المخلفات بيعمل فيها ايه؟ بيعيد تدويرها، بيستخدمها تاني، بيعمل ادارتها ازاي؟ ده اخطر ذكي. يعني اي نوع من التكنولوجيا، يعني ان شاء الله عنده ابلكيشن اون ذا فون، دي تعتبر تكنولوجيا. ليه اخترنا الحاجتين دول؟ دول هما المستقبل، التكنولوجيا هي المستقبل طبعا، وزي ما احنا شايفين العالم كله متجه الى البيئه والحلول البيئيه والمؤتمرات الاستثمارات البيئيه. صحيح. بعد اللي شفناه في التطورات المناخيه. بس المبادره دي مبادره عمليه، ما هياش افكار. احنا فتحناها السنه اللي فاتت وجالنا 6300 مشروع، مش افكار. هايل. اللي عنده افكار اهلا وسهلا، اتنفذ منهم قد ايه؟ ده مش بابا. ال 6300 مشروع اتنفذ منهم قد ايه تحديدا؟ ما انا اقول لحضرتك دي مسابقه هتقدمه من كل مصر 6300 مشروع. اخترنا منهم السنه اللي فاتت، انا هقول لك برضو عملنا ايه السنه دي، لان السنه دي لسه قافلين الباب وهقول لك. اخترنا منهم 162 مشروع اللي فاز، كل محافظه في مصر اختارت 6 مشروعات، لان هي متوزعه المبادره دي على 27 محافظه. فكل محافظ رئيس لجنه اداني 6 مشروعات، احسن مشروعات اللي طالعين من عنده في لجنه فيها ممثلين وزارات وممثلين الامم المتحده وهكذا. ثم فاصبح 162 مشروع، تم اختيار منهم 18 مشروع اللي هو خيار من خيار، خدناهم من الكوب 27 شرم الشيخ، عرضناهم للعالم، بدا يبقى يمولوهم. البنك الاوروبي مول بيتبنى 6، البنك الدولي شغال مع 2، منظمات الامم المتحده شغالين، الامم المتحده للمراه شغاله مع مشروعات المراه وهكذا. ومشروعات ما شاء الله نجحت. وبعد كده اديك امثال عشان الناس برضو تفهم نتكلم على ايه. حتى اقول لك يعني دلوقتي، يعني مثلا من المشروعات الناجحه، في امراه في اسكندريه اخذت بقايا الكمبيوتر القديمه اللي في البيت وحولتها الى مكن كاترز وحاجات كده بتتباع في السوق ب 80,000 جنيه، باعتها ب 20,000 جنيه. فحلت مشكله بيئيه، النفايات الالكترونيه، وعملت منها قرشين وكسبت. واحد على مشروع من اكبر المشروعات اسمه انجازات، دخل ب 3 مليون دولار بيعمل طاقه شمسيه ومياه جوفيه ومياه ابيار وكده، دلوقتي وصل ل 30 و 40 مليون دولار. في مشروعات ثانيه، جوجوبا، زراعه الجوجوبا بياخد مياه الصرف الصحي بيعالجوها، صرف صحي الموجود كل حته، بيتعالج الميه ويعمل نبات اسمه نبات الجوجوبا، بيستخدم الزيوت بتاعته في محركات الطيارات وللميك اب للسيدات. وبالتالي دي امثله. طبعا في مشروعات 18 دول انهم مولين، فهي مسابقه لكن هي فرصه. جوهر المبادره ايه؟ تقول كل واحد مصري ومصريه في بند للمراه مثلا 1000 مشروع للمراه، انت عندك مشروع، انا لو انت نجحت انا هديك جوائز ماليه 750,000 جنيه و500,000 جنيه و250,000 والتاني والتالت، ثم هشبكك مع مؤسسات تمويليه وهتبناك وهطلعك تدريبات وعملك كاباسيتي بيلدنج بناء قدرات، وهشبكك مع المستثمرين ومع البنوك عشان يدوك فرصه. ده كلام مش نظري، ده تم اوريدي السنه اللي فاتت. السنه دي لسه قافلين الباب في 1 سبتمبر، جالنا 5700 مشروع، تقريبا 1000 في كل بند، يعني 1000 مشروع مراه، 1000 مشروع ستارت اب شركات ناشئه، 1000 مشروعات متوسطه غير هدف الربح ومتوسط هكذا. وحاليا واحنا بنتكلم النهارده كل محافظات مصر بدات التقييم في كل محافظات جمهوريه مصر في 27 برئاسه المحافظ، وفي ممثلين من كل الوزارات ومقيمين مصريين ودوليين قاعدين. ها النهارده في اسكندريه جالي كام مشروع؟ عندي مثلا 500 مشروع. ماشي، ابص مين اللي فيهم اللي إليجيبل، مين اللي فيهم اللي لبى الكرايتيريا والمعايير ان هو يخش؟ يعني ايه؟ يعني عمل زي ما حضرتك سالت السؤال، يعني عرف للجمهور، يعني ده فعلا بيوفر للطاقه، هل ليه اثر على المجتمع، هل ممكن التوسع بيه، هل ممكن هو لما يروح البنك يموله؟ ما عشان المشروع يبقى ناجح لازم مش بس ان هو يبقى، لا لازم المشروع يبقى ليه استدامه اقتصاديه، ولازم يحقق ربح للراجل. اكيد لو هو قال انا والله احنا كلنا مهتمين بالبيئه والمستقبل ودي عشاننا، لكن لو المشروع الفكره من المبادره انه يحقق لك ربح، لان هو ده اللي هيخليه يستدام. وبالتالي المحافظات شغاله النهارده لمده 10 ايام تقيم، تطلع لنا على الاقل من كل محافظه 6 الى 18 مشروع اللي هي شايفه الاحسن مشروع. من كل محافظه 6 الى 18 مشروع، 6 على الاقل، يعني واحد
احسن مشروع عندك، صغير متوسط مرأة كبير غير هدف لربح كذا، يدوه للجنة الوطنية، يبدأ كل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي اتحاد الصناعات اتحاد الغرف يبدأوا يقيموا المشروعات اللي جت دي. يحصل مؤتمر وطني في نص نوفمبر إن شاء الله يكون بحضور رئيس الوزراء زي السنة اللي فاتت، نعرض فيها ال 162 مشروع ونختار ال 18 مشروع اللي السنة دي هنستضيفهم فين؟ في الكوب 28 قدام العالم. هنقول للعالم دول أفضل خيار مشروعات في مصر اللي طالعة من تحت. في نقطة يا أحمد باشا جمان هانم، هي البلد مش ناقصة مشروعات كحكومة ممكن تقدمها، لا، فيه وزارة التخطيط وزيرة الدكتور هالة سعيد طبعا بتهتم جدا أولوية الموضوعات دي، وزارة البيئة، لكن الفكرة إن المشروعات دي طالعة منين؟ طالعة من تحت، المجتمع المدني، طالعة من الناس نفسها، من المواطنين، من المواطنين العاديين. فبتسأل الناس بتسأل طب والله إحنا جالنا يعني ال 5700 دول المشروعات دول جم من مين وهو طبيعتهم؟ فأصبح عندنا خريطة للمشروعات الموجودة وقاعدة بيانات. فإحنا بنتكلم على الاستثمار، فيجي النهاردة واحد مستثمر يقول لي والله أنا عندي عايز مشروعات خضرة وذكية ومشروعات كويسة، أقول له إحنا كحكومة عندنا كده، يقول لك معلش أنا أفضل أخد المشروعات من القطاع الخاص ومن الناس من المجتمع، أقول له اتفضل يا سيدي. هذه الخريطة بتاعتنا.